ماذا قدم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للعالم؟ وماذا أعطى للإنسان؟ نجيب على سؤال يطرح. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الإنسان بربه. إحدى أفضل الكلمات التي تشير إلى هذه النقلة المعرفية التي نقل النبي الأعظم البشرية إليها في معرفة الله سبحانه وتعالى، كلمة لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أن بعث الله سبحانه محمداً رسول الله، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره. البشرية إلا القلة القليلة ما كانوا يعبدون الإله الذي خلقهم، وإنما كانوا يعبدون الإله الذي خلقوه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يأتي ويعرف، هذه من أعظم أفضال النبي صلى الله عليه وآله على البشرية.